هبطت على الشارع الكويتي صدمة مدوية. على وقع تصنيف مطار الكويت التي تعد من أغنى الدول كثاني أسوأ مطار في العالم، صنف موقع السفر إيرهيل بمطار الكويت الدولي في المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب المطارات الأفضل في العالم، مستنداً إلى ثلاثة مقاييس رئيسية تعتمد على قياس الأداء في الوقت المحدد وجودة الخدمة والطعام والمتاجر. ويتم تقييم المطارات من خلال جودة خدمة العملاء ومدى سرعة أوقات الانتظار الأمنية ومدى نظافة المطار، وتشكل المواد الغذائية والمحال التجارية 20% من النتيجة. ويتم جمع البيانات من الركاب الذين يصنفون خيارات الطعام والتسوق على مقياس من درجة إلى 50 درجات. وجاء مطار حمد الدولي في قطر على رأس القائمة للمطارات الأفضل في العالم، متفوقاً على 131 مطاراً في الصدارة، حيث حصل على مجموع إجمالي 48 نقطة من أصل 20 نقاط. وبينما تصدر مطار لشبونة بالبرتغال قائمة الأسوأ، جاء مطار الكويت الدولي في المرتبة الثانية، حيث بلغ الأداء في الوقت المحدد 4.3 درجة، وحصلت جودة الخدمة على 8 درجات، أما المواد الغذائية والمحال التجارية فكانت 8 درجات أيضا. وأشار التقرير إلى أن مطار الكويت الدولي استقبل أكثر من 15 مليون شخص عام 2019، ولديه قاعدة جوية عسكرية تستخدمها القوات الجوية الكويتية. وقد حصل المطار على تصنيف 2/10 درجات على سكاي تراكس، حيث اشتكى الركاب من الرائحة الكريهة في المطار وإجراءات الركوب والهبوط من الطائرات البطيئة وغير المهنية. الخبر المحزن في بلد غني أثار العديد من التساؤلات التي خرجت بها الآراء، والتي خلصت إلى أن آمال التنمية والتقدم ربما ذهبت أدراج الرياح.